أنا الدكتور محمد جمال مرسي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة اسكندرية، ومؤسس وحدة المناظير والإصابات الرياضية بكلية الطب. أطباء جراحة العظام بيواجهوا تحديات كتيرة، خصوصا في بداية حياتهم المهنية، وإحنا الحقيقة بنشكر شركة إيفا فارما على فكرتها بعمل الإيفا أورثو أكاديمي عشان يساعد شباب الأطباء أن توصل لهم المعلومات في مختلف تخصصات في جراحة العظام، في الكتف والركبة وبقية الجراحات، وده هيعود بالنفع عليهم، وإن إحنا بننقل لهم خبراتنا ونوفر عليهم سفر ومجهود، وإن شاء الله يعود عليهم ده بالنفع الكبير.